دلوعه وشوق دلوعه قبل الغدا ايه مفتوعه مش شايف دلوعه وشوق دلوعه قبل الغدا ايه مفتوعه مش شايف بنت بحالكي. لو نسيتيني همومي بدل ما تقولي لي الحمد لله على السلامه. يا بعد رحمة وحياة الله نسيتك. لك احكي لي كيف هيك صار؟ كيف هيك صار؟ كنت عم زوري بين السيارات لألحق بالشومخر افندي يلي كنت طالعة معه. يا ربي كوكي تعي تعي لي انا اسفة سامحيني. ما بيأثر بالحديد ومش بصحابه. قولة هشام. مين هشام؟ هشام مراد. هشام مراد هذا مو ممثل؟ ايه وشو دخله؟ لك كيف شو دخله؟ ما هو يلي ضربت فيه. عم تمزحي فظيعة كوكي. شو هالحظ بفرد مرة هشام؟ شو هالحظ كنت رح روح فيها. يا هلأ خبريني شو صار معك. شو صار معي؟ يا ستي اليوم أحلى شوبينج بعمله بحياتي. أحلى شوبينج ولا بس يبلش يدقلك شو رح تعملي؟ يدقلي؟ يا ستي خليه يدقلي يشبع. إيه؟ الحل سهل كتير على فكرة مانو صعب. اسمعي عزمتك اليوم على عشاء ما بيفهم بس ليكي خديني اول شيء مشان اشتري خط جديد. تشتري خط جديد؟ اي ايه رح اخدك تشتري خط جديد. ليكي هنيك كأنه في محل خوطة. اي مرحبا. يا هلا. بدي كافيه لاتيه اذا بتريد. لا ما عندي. شو شبك عندك او لا؟ مو نغم؟ اي نغم. ما تذكرتيني؟ انا أسامة. أسامة أبو سمرة. أسامة أبو سمرة. يا الله عمر 19 سنة ولساتك حلوة مثل ما أنت. وأنت كمان لساتك مثل ما أنت. عيونك حلوين وضحكتك حلوة. بتتذكر قد إيه كانوا بنات المدرسة يحبوك؟ صح بس أنا ما كنت حب حدا غيرك. نسيتيني ما؟ لا لا أكيد ما نسيتك. يعني انت اذا بتتذكر وقت كنا صغار كان كل بنات المدرسه بيعرفوا اني انا بحبك. ايه انا ماني متذكره غيرك. 19 سنه وانا عم دور عليكي وما مليت. انا كنت متاكد انه رح لاقيكي بس ابدا ما كنت متخيل انه اللقاء يكون هيك انك انت تجي لعندي. شو جابك لهون وعلى بيروت؟